يا شيخ ما رأيكم في عقيدة سيد قطب ومنهجه وأنه قال قول الحق ومات في سبيله؟ ويعتبر مبتدعا من المبتدعين، ويحب لو اقتصر على فنه وهو العجب، ولكنه تدخل في تفسير القرآن. وأقبح من هذا أنني سمعت من الإخوان المبلسين من يفضله على تفسير ابن كثير. أفضل لهذه المقالة، فضله على تفسير ابن كثير الذي يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأحاديث لماذا بأبطال السلف، ويفسر القرآن بما تستطيع اللغة العربية. ثم يأتيك نعم سيد قطب ربما ما تقرأ صفحة أو صفحتين إلا وأنت من جماعة التفسير. سألوا يا أخوان بنصر كيف يحتجون بأقوال السيد قطب؟ قال السيد قطب وماذا؟ فأنا أنصح بالرجوع إلى كتب أخينا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. فالحمد لله قام بخدمة جميلة وبين هذا الموضوع، وقبل هذا أيضا المرض العبد الزلال في أخطاء الظلال لأخينا بالله رحمه الله تعالى عبد الله الدويش.